صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش اذا سمحتوا بالاول مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد بلديه الحزمي. وهلا بدنا نسمع منكم بعد زقفة كتير كبيرة لمدرسة مروكوز لإلكم ولبير بسام. أهلا وسهلا فيكم بالحزمية وبالبلدية. ما رح نطول كتير الحكي لأنه أنتم جايين تحضروا مسرحية. رح نطلب من نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش يتفضل إذا سمحت لحتى يقلنا كلمة البلدية ويرحب فيكم على طريقته. صباح الخير أبتي الجليل، زملائي الأعزاء، طلابنا الأحبة، الحضور الكريم. بداية اسمحوا لي أن أحيي من خلالكم الأستاذ جان الأسمر رئيس مجلس بلدية الحازمية الحاضر دائما في قلوبنا جميعا. غمرني كعادته برعايته فشرفني وكلفني نيابة عنه إلقاء كلمة في هذه المناسبة. كل من حضر معنا اليوم أعتبره ناشطا اجتماعيا في سبيل التوعية العامة وفي التربية الوطنية. أهلا وسهلا بالجميع من هيئة إدارية وتعليمية لمدرسة مروكوز الرعائية الحازمية وعلى رأسها الأب المدير بسام سعد. نرحب بالرئيسة، أهلا وسهلا فيك سير نزهة خوري ميت أهلا، شرفتينا. أهلا وسهلا بالجميع من هيئة إدارية وتعليمية لمدرسة مروكوز الرعائية الحازمية وعلى رأسها الأب المدير بسام سعد، مرورا بالتلامذة الأحباء وذويهم الأعزاء، وصولا إلى أصحاب الدار عنيت بهم أعضاء المجلس البلدي الكرام في الحازمية الحبيبة. ما أحوجنا اليوم إلى المواضيع التي تتناولها مسرحية كرز من تأليف وإخراج الأستاذين رودي كليعاني وشادي الهبر، لهما كل التقدير والامتنان لجهدهما ومثابرتهما على العمل الفكري التربوي الاجتماعي. لبنان وطننا العزيز يعيش على أرضه 18 طائفة ولكل منها ثقافتها وحضارتها، وكم يلزمه هذا النسيج الوطني الطائفي من وحدة متماسكة محصنة حصن القلاع كي ينهض هذا البلد من كبواته المتعددة.
وحدة لبنان هي رئتاه اللتان تعطيه نفس الحياة، وأي خلل فيه يدخله العناية الفائقة، ولا ندري كيف تكون نهاية تلك العناية. من هذا المنطلق يحرم على هذه الطوائف المساس بوحدة البلد، لأن المس فيها يعني هلاك الوطن. ومتى بنيت الوحدة على أسس متينة تتولد عنها الصداقة المخلصة ما بين الشعوب. الصداقة هي ركيزة بشرية ينتج عنها تفاعل إنساني يغني الحياة الاجتماعية ويغلفها بأطر من التضحية والوفاء والإخلاص، حيث يصعب على أياد الشر التغلغل إلى داخل البنيان الاجتماعي الصحيح. ومتى وجدت الصداقة انتفى التميز في شتى أنواعه، فالتمييز يهدم ركائز الوحدة ويخلخل مراميك الصداقة. علينا أن نعلم أولادنا التميز بدل التمييز، التميز في المجتمع من خلال العلم والثقافة والرقي الأخلاقي والتعاطي الإيجابي مع كافة شرائح المجتمع. نعيش هذه الأيام حالات عديدة من التعنف الأسري الناتج عن عدم التحلي بالصفات التي ذكرتها أعلاه. إن مجتمعاً يرقى بأبنائه في السملة من الأولويات التي تحدثت عنها كالوحدة والصداقة وعدم التمييز بل التميز، لا نرى فيه حالات عنف أسري إلا ما يندر. وهذه الآفة الكبرى ما هي إلا دليل على تفكك الأسرة، ومتى تفككت الأسر تفكك الوطن. على كافة المسؤولين في جميع الميادين إعطاء هذا الموضوع الاهتمامات القصوى بغية الوصول إلى تكوين أسرة صالحة من أجل بناء وطن صالح. واسمحوا لي أخيراً التطرق إلى نقص تربوي عائلي اجتماعي ينتج عنه فعل مشين، ألا وهو التحرش الجنسي. هذا الفعل المشين ينتج أيضاً عن التفكك الأسري بما يعنيه من انعدام في الانسجام العائلي وما يأتي عنه من انحراف خلقي، ومن جملة الانحرافات هذه ذاك الفعل المشين عنيت به التحرش الجنسي. أنا لا أتكلم هنا عن المدينة الفاضلة، بل علينا جميعا أن نسعى إلى بناء مجتمع سليم راق إلى أقصى الحدود، فتتلاشى فيه كل هذه الآفات وتضامن الأفراد والمؤسسات معا في سبيل الوصول إلى مجتمع يغلب عليه الخير والوجدان والعلم والإيمان بالله على كل السيئات التي تفتك في أي مجتمع. الشكر كل الشكر لكل من ساهم في تأدية هذه المسرحية، وإن أنسى لا أنسى شكر صاحب السيادة المطران بولس مطر السامي الاحترام راعي أبرشية بيروت المارونية التي أولانا اهتمامه الأكبر في إغناء رعيتنا بها كهنة أفاضل. عسانا جميعا أن نسير على درب التميز في الأخلاق وفي حب الوطن. عشتم، عاشت الحازمي برئاسة الرئيس جان الأسمر، عاش لبنان. بدنا نقول له ميرسي لنائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش، بدنا نرحب بالأنطونية سرنزها خوري، أهلا وسهلا فيكي، بدنا نرحب أيضا بمدرسة الإليزي، وبدنا نقول لهم ميرسي على البوس اللي أمنوا لنا إياهم، ميرسي كتير لكم. ما راح نطول عليكم كتير، خلينا نعمل كاونت داون أنا وياكم. قولوا وراي 5 4 3 2 ريدي للمسرحية 1 جو. I'm
ضربت عاصفة كتير قوية ما حدا كان متوقعها. شو عم بصير؟ عاصفة كتير قوية. خبوا منيح، خبوا. عاصفة خربت وغرقت الخضرة والفواكه وكسرت الشجر وأبعدهم من الأرض. الهوى يعصف ويعصف لحد ما طير كل أشجار بستان الكرز. ماما، بابا، ياسمين، تفاح، حامض، شو عملتي فينا يا عاصفة؟ وين اخواتي واهلي؟ وين اصحابي؟ ليه جبتيني لهون؟ انا هلأ وحدي، كسرتي ودمرتي البستان وطيرتيني على مطرح بعيد وغريب. ما فيي ارجع وما فيي ضل. ما بعرف شو رح يصير فيي. ما تخاف. مين انت؟ انا حدك. لا لا، لازم اهرب. رح ساعدك وما رح اتركك. انا بضوي على الكل وما بترك حدا. شمس.